بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، الفرار من الزحف هي من أكبر الكبائر، بل هي من الموبقات السبع التي قد وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيها الحبيب الغالي ويا أختي الفاضلة، دعني أدلكم على حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قد ورد في صحيح الترمذي وأيضا في صحيح أبي داود، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلي على حبيبك، يقول: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله ذنبه وإن كان قد فر من الزحف. لا إله إلا الله، والله يا الأحبة، أدعية بسيطة مسهلة جدا تغفر لك فيها ذنوب سنوات لا يعلم، ما تدري لعلك بنشرك لهذا المقطع يكون قد غفر الله لك به ذنب. أسأل الله أنه من نشر هذا المقطع أن يغفر ذنبه وأن يستر عيبه وأن يتجاوز عن سيئاته، إنه جواد كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.